طيب تعالى كده مع بعض نروح للزمالك والدوري وماتش سموحه بكره. انت شايف ان كارتيرون وهو هيلعب ماتش بكره ماتش مهم قصاد فريق قوي، هل يعمل يشبه يعني الروتيشن كده في بعض المراكز عشان المباراتين اللي جايين في افريقيا سواء قصاد ساجرادا يوم السبت وبعديها على طول الوداد والزمالك، حتى يعني مجلس الاداره وقرر انه يبقى طياره خاصه تاخد الزمالك من هنا الى انجولا وتاخد الزمالك من انجولا الى المغرب مباشره عشان يريح اللعيبه. قرار وده ممتاز قرار جدا. ممتاز جدا يعني. على فكره عايزين نهني مجلس الاداره الجديد والتوفيق لكل المرشحين اللي موفقوش، وان شاء الله تكون صفحه قادمه يعني مميزه لنادي الزمالك وجماهيره ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه الفارق الزمني 4 ايام. وده فرق معقول، وانت معاك طائره خاصه يعني المفروض يفترض ان انت هتسافر يوم الاربعاء تمام وهتلعب بكره الثلاث، فانا شايف انه يعني الامور مش محتاجه ان انت تعمل روتيشن يعني دلوقتي. يعني وبعدين سموحه فريق قوي، سموحه فريق قوي ومبارياته في ملعبه بتبقى مباريات صعبه جدا، فيعني ان شاء الله تكون الامور على ما يرام. يعني شايف انه لا الراجل يلعب بكره عادي بالخطه اللي هو عاوزها بالعناصر اللي هو عاوزها، ما يبقاش قال ان في وقت بين المباراه دي والمباراه الثانيه وفي طاره خاصه والراحه وكل شيء. لازم يلعب بالتشكيله الاساسيه لازم ده لازم. لو الفاصل الزمني 3 ايام مثلا او انت هتعمل ترانزيت اقول لك لكن هو انت دلوقتي بقى الامور افضل بكتير قوي من زمان. طبعا طبعا ده كان زمان ساعات بيروحوا لبعض الدول بطائره عسكريه بتاخد 13 ساعه و12 ساعه ويا اما تروح عن طريق، انا احكي لك على حكايه كان انا كنت موجود عام 97 الزمالك كان بيلاعب نادي اسمه موفيليرا مونفرير موفيليرا المزنبيقي لا زامبي زامبي والزمالك هنا كسب 5-2 وبيلعب ماتش العودة، وكان الله يرحمه المهندس صادق عبد المنعم كان هو المدير الإداري مدير الإداري للفريق، وكان الكابتن فاروق السيد كان تولى المهمة ربنا يرحمه يعني لفترة وجيزة لغاية ما جه كرول وبقى مدرب عام. المهم إنه الزمالك راح عشان تعرف بقى مدى صعوبة السفرات دي وبرضه الناس تبقى عارفة، الزمالك طلع من القاهرة مطار القاهرة إلى كنت معاهم زيمبابوي، كنت مرافق ليهم كنت موجود إلى زيمبابوي. زيمبابوي اللي هي عاصمتها هراري. لما نزل في هراري خد ترانزيت 9 ساعات منتظر دخلنا الطيارة جوه التانية. هراري وتجولنا في هراري واتغدينا في هراري وبعدين رجعنا تاني إلى مطار المطار هراري، خدنا طائرة أخرى من هراري إلى لوساكا العاصمة بتاعت زامبيا. نزلنا في لوساكا خدنا طائرة تالتة بعديها بساعتين من لوساكا إلى ندولة على بعد 300 كيلو شمالا. هتقولي وصلتوا؟ لا لسه. نزلنا في مطار ندولة. طيب والله خدنا أتوبيس 75 كيلو تقريبا إلى مدينة كتوي. المباراة بتتلعب الزمالك مقر إقامته في كتوي. لكن المباراة بقى فين؟ في موفيليرا، مدينة موفيليرا في أقصى الشمال على الحدود مع الكونغو. تبعد كام؟ 35 كيلو عن كتوي. بس طبعا ما فيهاش فنادق ولا حاجة. شفت بقى كام رحلة؟ 5 رحلات كل رحلة فيها ترانزيت. ونفس الشيء وأنت راجع. ونفس الشيء وأنت راجع. مرة برضو الزمالك لعب مع بطل جزيرة رينيون. وفي هذه المباراة الزمالك برضو ما فيش خط مباشر عندنا مصر لجزيرة رينيون. فخدوا الطائرة إلى فرنسا باريس في أوروبا أقصى الشمال. وخد بالك جزيرة رينيون تحت بس تحت. من فرنسا رينيون لأنها تابعة لفرنسا في خطوط مباشرة. فبرضو قعدنا حوالي 11 ساعة في يعني نزلنا في مطار شارلي دي غول. طب وخرجتوا بقى مطار خرجتوا بره في فرنسا ولا قعدتوا في المطار؟ لا يعني 11 كان ساعة 11 ساعة كان في فندق في منطقة اوردي في مطار اوردي يعني. وبعدين ركبنا طيارة 11 ساعة 11 ساعة طيران مستمر من جزيرة رينيون بعد 11 ساعة ترانزيت وبعد 5 ساعات من هنا لباريس إلى جزيرة رينيون. لما وصلنا بقى جزيرة رينيون وصلنا للعاصمة قال لك لا ده الفريق مش في العاصمة أمال فين؟ قال لك هنفسحكم بقى طريق جميل كده. كان في جزئين، في جزء راح مع كان رئيس البعثه الدكتور اسماعيل سليم.
في جزء راح معاه ده راح لوحده بقى وفي جزء بقى مع اللاعبين كنت انا مع اللاعبين روحنا بقى طريق اللاعبين ده كان تطلع بقى على جبل تطلع على الجبل خدنا 100 كيلو لدرجه ان اللعيبه بعد حوالي 60 او 70 كيلو ابتدوا بعضهم يتعب وابتدى وبعدين الاغرب من كده بتلف لا ده احنا وصلنا ايه ده احنا عدينا السحاب والله يعني انت عارف على ارتفاع 3000 متر عدينا السحاب بقى تحتينا واحنا نزل بينا تاني فوصلنا الفندق لقينا الدكتور اسماعيل ولقينا الناس كلها موجودين قال لك اتاخرتوا ليه اتاخرنا قال لك ده احنا بقالنا ساعتين احنا ساعتين ازاي انتوا وصلتوا ازاي ساعتين قال لك احنا جايين من الطريق الجميل اللي على البحر فتاري السواق فسحنا وفسح التيم عشان يتعبهم يهد تعرف بتاعه الرحلات تفكرني بفيلم اللي هو عريس من جهه امنيه اللي هو كان الشريف منير وحلق شيعه وقعدوا ده هنركب وننزل مش عارف ايه نروح مش عارف او كان الزمالك بيتفسح كده في افريقيا لكن ده كان هيبقى فيه مشكله كبيره لو لسه شغال الحكايه دي ما يبقى الدوري كابتن ايمن عبد العزيز اللي كنت بتكلمه من شويه يفتكر الماتشين دول كويس وافتكر ماتش موفوليرا بالمناسبه فالماتشات اللي زي دي مع الظروف اللي موجوده دلوقتي بتاعت ان كل 3 ايام ماتش كان هيبقى صعب جدا ان انت بس في خط مباشر دي بتفرق لا قرار خاص يعني انا اشوف قاعد بحكي لك انت بتتكلم في يومين سفر يعني ما تحسب السفريه بتاعت جزيره النيون 11 و11 22 ساعه 24 ساعه وخمس ساعات ونص وخمس ساعات ونص لفرنسا 11 ساعه وتحسب الترانزيت كمان وتحسب المسافه بتاعت الجبل يطلع لك يومين سفر فتلعب ازاي انت بعد 3 ايام ولا 4 ايام انما لقيت الطياره خلاص هتطلع بيك من هنا مباشره الى لواندا توصل بعد ان شاء الله سلامه الله بعد 6 ساعات